وبركاته. ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ مش عارف. أنا مترجم خصوصي بتاع المهرج الهندي. ايه يا عم ايه ده؟ مش عارف انت ايه؟ أنا مترجم خصوصي بتاع المهرج الهندي. كل زول للزولة بتاعه إلا أنا ما عندي مرض. ليه بس؟ كده بس كده بس. كل زول للزولة بتاعه إلا أنا ما عندي. احترم نفسك. إيه يا معلم؟ احترم نفسك. يا معلم خط. احترم نفسك عشان ما مدش إيدي عليك. ماشي؟ يا معلم ما تزيدش، أنت معلم مش أبويا. معلم أكبر منك ممكن يعلمك الأدب. احترم نفسك. وأنا صبي مهزأ وممكن أربي المعلم. خلاص. ما أنا بقول لك الحاجة. هات الخاتم يا معلم. سلام يا ولا. هات الخاتم. شكرا يا حبيبي، ألف شكر. يلا. الله يخليك، الله يخليك. حبيبي يا صاحبي. أنت يا ابني. خلاص احنا مش على الناصية. إيه ده؟ مع الكود يا معلم. أنت بتهرج مع الناس اللي بتعدي في الشارع؟ معلش يا معلم هنعمل إيه؟ يا معلم. أيوة إيه؟ ما تمدش إيدك تاني لمصلحة. ماشي ماشي. وعهد سلام؟ أيوة يا باشا. أنا مترجم خصوصي بتاع المهرج الهندي. بيتك أنت منين يا عم أنت؟ أنا من نيجيريا. منين؟ من نيجيريا. يعني أنت من نيجيريا وأنا من مصر؟ إيه اللي حصل للنيجيريين؟ كلنا بقينا بيض هناك. والله؟ آه والله. لازم أروح نيجيريا قريب. لازم. حاضر يا معلم حاضر، لأن شكلك بقى يقرف فعلا فعلا. ولا احترم نفسك. صح يا معلم. أيوة يا عم، طلباتك إيه يعني؟ أنا المترجم الخصوصي بتاع المهرج الهندي. ممكن بيه. انت فاهم حاجة يا لك؟ مش فاهم ولا كلمة منك. في ايه؟ مش فاهمين حاجة. ما تنده لنا حد يا عم يفهمنا. مساء الخير يا جماعة. انا المترجمة بتاعت المترجم بتاع المهرج الهندي. ايه الحوار ده؟ في ايه؟ معلش يا معلم، بس الراجل كلامه مش واضح، فكنا محتاجين اللي يوضح لنا يعني الدنيا. ولا ولا احترم نفسك. انا اسف يا معلم، انا اسف. معلش يا فندم، هو بس المترجم كلامه صعب شويه، فانا هحاول ابسطه لك بشويه حركات بسيطه. يا ريت يا ريت، احنا عايزين نفهم فين المهرج اصلا. سواني عنده لك بيتك. احترم نفسك يا لشيء. اصل لقيتك بتتخض فقلت ده معلم هفا. ولا قلت يعني معلش. احترم نفسك. معلش كل سنه وانت طيب. طيب ثواني عنده. ماشي يا باشا. فليتفضل زنوبي. ايه يا عم ده؟ في حد انت على زنوبه؟ لا، هو اسم المهرج زنوبي. اسم المهرج زنوبي. اه ماشي، هو اسم زنوبي. اداله يا عم. حاضر. فليتفضل المهرج الهندي زنوبي. والله الراجل المترجم ده يخش الجنة حتف. ليه يا معلم؟ شايف ذنوبه قد ايه؟ انا لو قلت يا ذنوبي هتدخل ويزو. يلا ربنا يغفر لنا. ليه انت ذنوبك كتير قوي كده يا معلم؟ يا نهار ابيض، ربنا يفرتك لك ذنوبك يا معلم. يا رب يا رب. والله. اهلا اهلا يا مهرج. شام بينك زبايك يا نهار ابيض. شام بينك زبايك. شام بينك زبايك. شام بينك زبايك. شام بينك شام 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 ايوه ماشي ماشي ماشي. ايه عند امك دي؟ لا لا لا، ايه ده بس يا بقى؟ هو بيقول لك ان انت زي القمر زي امك. هو قال عند امك مش زي امك. ما اكيد عند امك وش يعني. اه زي جزء. عند امي وش يعني. آه. يا لهوي على الكذب. ده زي القمر زي ده، عند امك احلى. ولا احترم نفسك يا لشيء. انا اسف يا معلم. خلاص. ايوه يا مهرج. شاب رجع شاب كده بقى. شاب 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 ابن الجزم ده. حاجه حلوه يعني. لا لا بقول لك ايه، انت تقول عليه ابن جزم، هو شكله مقرف. اه واحنا راضيين. ولا انما انت هتيجي من بره تتريق على المعلم. ولا يا معلم محدش يتريق يا اهبل انت. ما بيقول عليك ابن جزم. دي لغه هندي عندهم يعني حاجه كويسه. منورين يا اولاد الجزم، منورين. شفت عادي اهو. ماشي سرما 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 42 42. ايوه شو هالجنة؟ شكرا بريد. شاه برارة. شاه برارة. شاه باربورة. باربورة؟ ايوه يعني طلبات حضرتك. ايه القرف ده؟ الناس دي مقرفة. او باربورة ايه يا لا؟ هو سعيد عشان نزل مصر هنا يعني. يعني سعيد عندكم يعني باربورة؟ باربورة. ايه القرف ده؟ كلنا هناك ماشيين في الهند باربورة باربورة. اهلا بيك. ماشي، واحنا احنا مبربرين بيكوا والله. اهلا بيك. يعني احنا مصدقين اللي احنا فيكوا والله. اهلا. ماشي. طب ممكن معلش عشان انا لا فاهمك ولا فاهم الاستاذ كعبولة ده، فممكن بس الانسه بس تشرح لنا يعني. حضرتك مش مصريه ما تترجم لنا. حاضر هترجم لكم. بصيت لنا الدنيا. ايوه اتفضل حضرتك. اهل هواجه بيتك.
ده من نيجيريا ولا من ايه ده؟ لا لا من الهند. ايوه يا باشا. انا المهرجة الهندي اللي جاي من الهندية. يا راجل! معقولة؟ أول مرة أشوف مهرجة هندي جاي من الهندية. شوف سبحان الله. أما افتكرته من أبو ظبي ولا حاجة. لا فاجئتني يا مهرجة. وجاي كمان من الهاسمة. الهاسمة؟ إيه الهاسمة عندك؟ من دلهي الجديدة. دلها الجديدة؟ دلهي الجديدة. نيو دلهي يعني. نيو دلهي. الحق يا عم. سبحان الله، أنا أصلاً شاكك إن ده جايين يزعفوا بالسقف. وده مش مهرجة ولا حاجة، أنا بقول لك أهو. هنعرف هنعرف. ماشي. طلباتك. مهرجة هندي أصلي. أهلاً بيك يا باشا. أنا كنت جاي من الهند وعندي أشغال كتير عايز أعملها هنا في مصر. وعندي رأس مال. إيه ده؟ ده رأس؟ ما ده رأس مال كده؟ لا ده سامية جمال. سامية جمال رأس مال. ده انا نفسي اوريكي رأس امي بقى. يا لهوي ولا احترم نفسك، دول زباين. زباين ايه؟ لا اسفين اتفضل. ايوه يا مهرجة. وبفكر اني انقل كل شغلي في حتة في مصر اسمها زنقة الستات. ايوه. ايه ده؟ يا لهوي يا معلم، مالها دي في ايه؟ خدت بالك من زنقه دي ستات؟ يا سلام، احترم نفسك. ايه؟ احترم نفسك. ماشي ماشي. ايوه يا باشا اتفضل. انا مش فاضي لكل الهري اللي انتوا بتهروه ده. انا اصلا سايب الهربيه بتاعتي بره بتتسلى عند الميكانيكي علشان الكاوتس فسه. ايه ده؟ ايه دي؟ ايه ده؟ ما الكاوتش كذابين، هو الكاوتش هو اللي ولا انتوا اللي وبتجيبوها في الكاوتش؟ انا اصلا ريحتكم منتنه من اول ما دخلت وانا قرفان منهم يا معلم. مش فاهم ايه الهروب، بياكلوا حاجات مشطشطه. ريحتهم معفنه على طول. عادي. ماشي ماشي. اهلا بيكم اهلا بيكم. وان شاء الله ان شاء الله انا عايز اعمل معاك شغل كتير قوي. وكل حاجه ممكن نقعد نحسبها بالورقه والقلم. ايوه ايوه. ايه ده؟ يا نهار اسود يا نهار اسود يا مهرجة. مهرجة ايه؟ اسود. حرام عليك، ده انا صدعت انا من وقت بعيد. هو قلم جاف بس قلم جاف. هو اجيب لك كتفاصيل يا مهرجة. كتفاصيل مين يا عم؟ بلا مهرجة بلا قرف. ايه ده ايه ده؟ ده طلع من وجهي. يعني انت بجد ولا ايه يا بيت؟ ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ مهرجة مهرجة يا عم. مهرجة يا عم تضرب بجد جامد. معلش 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 معلش، ده تقيله شويه. معلش معلش، ده كل ده عشان قالت بالورقه والقلم. امال لو قالت خدتني 100 قلم بقى كان وشك حصل له ايه؟ خلاص وقفناها بعيد، كمل كلام. معلش خلاص. والله هاجة اخر قرف ولا اخر قرف؟ هاجة اخر فجأة قلب نوبي ليه؟ مش عارف. ماشي هاجة اخر. نفس اللي نوبي بيتكلموا ازاي؟ دي هتحطها فين؟ انت راشقها. ماشي معلش يا عم. معلش لا لا لا، انا ليها مكان احلى اهو بس هنا كده. ايوه وعلى الاقل كده ممكن تجيب قنوات. معلش انت كده ممكن تلقط الماتش بتاع الاهلي والاسماعيلي. خليه خليه بس. حضرتك منورنا والله. هات كرسي هات كرسي بسرعه. حاضر يا معلم. لا ايه؟ لا ابدا كرسي. لا معلش مهرجة قول له شكرا. بنانا بنانا شنجي برارا رو شنجي برارا نو انجري بنج النو. هنولع عياد الجو. ايه ده؟ هنولع عياد الجو خلاص. دول وقتها ورتيجا معلم. دول مش ايه يا عم؟ هو من قبيله في الهند بيعبدوا الكراسي. استغفر الله العظيم. خلاص يا عم خلاص بلاش كرسي، لازم اوديك دمياط هتنبسط قوي هناك. سمعت ان في مزار حلو قوي في دمياط. طبعا في عندنا كذا مزار، في كراسي كتير قوي. ان شاء الله هتنبسط. هات له بضاعه بسرعه. ماشي. طب حضرتك عايز البضاعه كلها ولا حاجه معينه؟ أنا خبور كبير أوي في المجمهرة. أنت إيه؟ خبور كبير أوي في المجمهرة. خبور؟ مش إزاي؟ تعال نشد ونشوف، لو فيستك هنشوف. لا لا معلم يا معلم. ايه؟ يا معلم خبور مش من اللي بيتشم يا معلم. أمال إيه؟ خبور ده في الهند يعني خبير. خبير؟ لا بقول لك إيه، لو على الخبورة فالمعلم ياما تخبور. ولا ما أنا بفهمك. ولا ده أبو الخوابير في مصر ده. أبو الخوابير؟ لا يعني حاجة كبيرة يعني. اعلم نفسك. لا يعني افهم يا معلم. هم أنا جاي على السمعة. أنا جاي على السمعة. أيوة. حضرتك بتحب إيه؟ أنا بحب كل المجمهرات بس بالذات الخواتم. الخواتم؟ وتكون خواتم أثرية. والله أنت يا ابن حلال والله. ويستحسن يكون بتاع أم حسن. إيه يا 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 لا ده هو نفسه في ملوخية من أم حسن. ده بعدين بعد ما تخلص شوبينج إن شاء الله. إن شاء الله. والله أنت يا ابن حلال لسه جاي الخاتم بتاع حماتي الملك فاروق. حماتي الملك فاروق دي نفسها. والله يا ريت نشوف. هات بسرعه الخاتم. حاضر يا فندم. اجيبه لك حضرتك. مين اهلا 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 منور عم منورين. خد يا معلم اهو يا باشا اتفضل اهو. لا ممنوع اللمس. طب نشوف بس نشوف ايه؟ امن الدنيا يا ياسين. معلش احنا البضاعه بتتشاف عندنا كده. ايه يا باشا؟ هو ده معلش عشان منع للسرقه بس. ما انا حوليت كده مش شايف. هو ده اللي عندنا يا باشا. شيل هذه سمكه كبيره بس شايفين حاجه. والله
طب بقول لك ايه، ما تيجي معانا في الدفا هنا، الجو ساقع عندك تلج، الدنيا عندك تلج قوي. معلش يا فندم انا مضطر استاذن لان الساعه بتاعت الترجمه بتاعتي خلصت. لا احنا نزود نص، نزود نص. احنا في سايبر نزود نص. عجبتني ترجمتها. بس يا حبيبي، بس يا حبيبي. ماشي ماشي. يا جماعه تشتري ولا ايه؟ هنبص بس كده ونجي لك. هو انتوا بتوع هنبص بصه؟ طب اتكل على الله يا حبيبي. بس بس كده. بص يا ميراج على مهلك. اتفضل. سلام عليك. مع السلامه يا حبيبي. السلامه. تشكلات تشكلات.